Rush of Luck. La King. كين كيف تتعامل انت معاه؟ والله انا اقول لك من دحين انتبه لماسكاته، اول ما تشوفه يسوي داش كذا انزل تحت، ديم لان الداش هذه وراها كامبو، لا مو وراها كامبو، قصدي ماسكه. احنا الاثنين جراند ماستر، يمكن لو فزت المرة الثانية هذه فزت عليه ولا ايش؟ لا يا شيخ تبو جاي تبو لو بدينا شوف لعبة. طيب كيف كم فوز عنده؟ 400 وحاجة حالتين، اما مع الوقت هذا تعلم او انه ما يعرف الا يسوي ماسكات او يضرب تحت. صح، هو دائما يضرب تحت. ما تشوف يبدا تحت هوب كيك، هوب كيك حقي يفك ادمان ترى. ترى شخصيتك تقول الشيء بيت كاركتر ان ذا جيم. صح. راوند 2. انا عرفت. كنت ابغى اكسر الجدار تحت. برز غلط. بيج مستيك. راوند 3 فايت. انا ما رحت معاك في العشرة. الرننج تو رب كلام فزت. اوف والله بيكمل في طريق هنا. خل نشرب مويه علشان نستمتع. ما تعدل الكاتسين في الرانك ماتش، خليهم يشوف كلوديو. انا اعديه عشان وقت شاف. ما انا فاضي. ايه انت فاضي من اساسا. اوف 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 كي او اي ميد ات. اوف الهاب كيك هذا كيف سوى؟ اي هاب كيك حق كينج كيف سوى؟ مع انه ما تحرك. ما ادري يمكن اتحرك. ايه تحركت حبيبي، ترى لما تسوي باك داش بعض الاحيان تسوي انك تحركت يمين او يسار.
اوف سوال المسكة ذيك الطويلة. ايه قلت لك انت انا مسكاته شو دمه كثير بس. والله سوالي يا قعدت تضغط اكس مربع و لا اضغط مربع مثلث بس حاول تضغط مثلين سريع سريع سوالك المسكة حاول تضغط مثلين ايش لا والله كثر مسكات الاخ انا ايش اقول لك طيب انت اول ما تشوف يقدم عندك الروب كيك على طول او انزل تحت لانه والكلب كمان يسوى له فقط في كان في مكان عندما تروح له لازم تستنى تقريبا دقيقة يضغط اكس لازم تستنى دقيقة هو بيختبر صبرك من عند ابو وكمان سوى اقول لك لما تخلص اقول القم بدا يصعب فزت هو ايش رانكو نسيت جراند ماستر كمل معاه ولا تطلع اكمل ليش لا اذا كان هو يكمل انا بكمل كمان ما يقدر تكمل اوف ليش ما يشحن اوف والله جاني برموشن والله برموشن مان جاك يب على الضيحة ان شاء الله ادعي لي بس في قطعة هنا ايش هذا هاي بدت راوند 1 فايت عكس الكاميرا
Round 4. Yeah. Roger. الله انا على ابو فجعت امي براولر خذ يا حبيبي والله لا ابى احطه في اليوتيوب مع الامي دخل طيب صور وارسلها مبروك الله يبارك فيك والله بخرت مع نفسك